ماذا حدث لأمة الإسلام؟ مصر مشغولة بوفاة فنان راح أو مطرب راح، وقد قرأت في هذا المجال ما يندى له جبين الحياء خجلا. دخل أحد رجال الشام في مدينة حلب بسوريا، دخل شاب على أحد أئمة المساجد، شاب دخل على إمام من أئمة المساجد في حلب وقال له اقرأ الفاتحة على روح عبد الحليم، فقال إمام المسجد لا أقرأها، فأطلق عليه النار. من المسؤول عن هذه المهاترات؟ من المسؤول عن هذه المهاترات؟ إنه الإعلام المصري، الإعلام الذي ضيع العلم وضيع الشباب وضيع تحصيل العلم عند الطلبة. وانا اناشد وزير الاعلام من هذا المكان في هذه الايام القليلة القادمة قبل الامتحانات، اقول له ارجوك ان تغلق اجهزة الاعلام حتى يؤدي ابناؤنا الامتحانات، اعطها اجازة، اعطها فكنس كالمحاكم، اعط اجهزة الاعلام اجازة فيوما فيلم ويوما ماتش كورة، يوما اهلي وزمالك عتولة وعنتيل، ويوما اسماعيل وصنطاوي، ويوما شواكيش ومتريس، ويوما ابي فوق الشجرة. وقد كان من سوء حظ الطلبة ان يموت عبد الحليم في هذه الايام، فبعض الشباب يطلق لحيته، يربي لحيته لا اتباعا لسنة رسول الله وانما احلالا للحداد على المطرب. وما سمعت في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا في زيارة المقابر. كانت سنة الحبيب المصطفى اذا ذهب ليزور المقابر قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، انتم فرطنا الى الجنة ونحن لكم تبع ونسأل الله لنا ولكم العافية. اما ما حدث في مصر في يوم سم النسيب، سم بالسين لا بالشين، في يوم سم النسيب، سم التراب ولقد قلبه الله ترابا، ما حدث في مصر في يوم شم النسيم ان عشاق الفنان الراحل اخذوا معهم المسجلات التي سجلوا عليها اغاني المطرب وذهبوا يزيعونها على قبره. على مذهب من؟ على مذهب ابو حنيفة؟ على مذهب مالك؟ على مذهب بيبي الموسيقار الكبير؟ اغاني تزاع في القبور على روح الفقيد يسمعونه اغانية؟ هل هذه صدقة جارية؟ هل هذا علم ينتفع به؟ وماذا يحدث لو كانت الاغنية التي تذاع نار يا حبيبي ما؟ ماذا يقول الفنان؟ اتقوا الله، اتقوا الله. فقد سمعت مواطنين يقول احدهما للاخر، يقول ان زوجته كانت تحب المطرب الراحل اكثر مما تحب زوجها، فقال له زميله وكيف ذلك؟ قال له لو قلت لها اعملي كباية شاي لا ترضى، فاذا قلت لها وحياة عبد الحليم تعملي كباية شاي تقوم على الفور وتصنعها. ابعد هذه الفتن وبعد هذا الانحلال، ابعد هذا الانحلال انحلال يقال الاعلام، الاعلام الذي جعل من الحباء
قبة وجعل من النملة فيلا. الاعلام الذي ينضغ الهواء ويصنع من الرمال حبالا. ايليق ان يحدث هذا في بلد يدين بالاسلام؟ ايليق هذا؟ اغان تذاع في المقابر، حداد وانتحار، لحى تطلق حزنا على فقده، والذي يستنبئ احداث المنطقة يجب ان يستعد كل لحظة. امريكا تعلن انها لن تحل مشكلة الشرق الاوسط في اقل من 8 سنوات. مصر تطالب ان يكون الحل في 6 اشهر او على الاكثر في عام كامل. امريكا تعطي القضية 8 سنوات. انتقلنا من مصر وحليمها الى ليبيا ومجنونها. رأينا العجب، رأينا العجب. اصبحت الاوامر تصدر من موسكو الى بني غازي بعد ان كانت تصدر من موسكو الى مصر. اصبحت تصدر من موسكو الى بني غازي بالاتفاق مع كوبا ومع الصومال، الحكم العسكري الفاشي في الصومال. اصبحت الاوامر تصدر الى هؤلاء بان يستعدوا لغزوة عاتية في السودان. واذا ما هوجم في السودان فسوف ترسل مصر ببعض الوياتها الى هناك، والحال كما نرى يهود على الحدود. والمقصود من هذا اشغال مصر عن اليهود باي حال. ونحن في غفلة ويقف حاكم ليبيا بكل تبجح يقول سأدفن الشيوخ بعمائمهم تحت التراب، وذلك لانه ادلى بتصريح قال فيه لن اعمل بسنة محمد، فسنة محمد لا مكان لها في التشريع. وهذا الكلام لم اسمعه من صحفنا، فصحفنا مليئة بالمهاترات وفرقة الردح على اشدها، ولكنني سمعته من قوم اثق في صدقهم سمعوا هذا التصريح باذانهم. وقف القذافي الذي فتنته الدنيا وغرته ما ماله وقوته وقال لن يكون بين كلام محمد اثر عندنا، فالقرآن لا غير، اما سنة محمد فلا اثر لها عندنا، لانني ومحمد سندخل على الله من باب واحد. محمد يفكر وانا افكر، فلا فضل له في الكلام علي، ساقتصر بالكلام على القرآن فقط. فقام له احد العلماء وقال له يا سيادة العقيد، فما تفعل في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب؟ فغضب العقيد غضبة ناصرية وامر باعتقال الشيخ واصدر تهديده ليدفنن المشايخ بعمائمهم تحت التراب. وقلت لا لوم على الرجل، فان الرجل عبد مأمور من موسكو، وعبدة موسكو اول ما يضطهدون سيدنا رسول الله، يضطهدون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا معاشر السادة، ولنا وقفة في الرد على العقيد لا يتسع المجال لها الآن. فإذا ما انتقلنا من ليبيا إلى المغرب، ما هو موقف المغرب؟ رجل أهدى للمطرب الراحل سيارة ب20,000 جنيه. 20,000 جنيه. ملك المغرب رجل طرب وغناء،
ولا بد له مع مصر كل عام ان يذهب من مصر 20 مطربا ليسمعوه الاغاني هناك. فاذا ما انتقلنا من المغرب الى تونس وما ادراك ما حاكمها، رجل لا يعرف الله ولا يقيم للاسلام وزنا. فاذا ما انتقلنا الى الجزائر فموقف المتفرج والنار تحت الهشيم طرعة والسم في الامعاء يزحف. فاذا ما انتقلنا الى دول البترول فلها في بنوك اليهود 150 بليون دولار، بليون بالباء لا بالميم، يعني البليون 1000 مليون. تنام هذه الارصدة وتتمرغ في بنوك اليهود وشعوب المسلمين حفاة الهراء. هذا هو حالنا. اذا فما الوسيلة وما العلاج؟ الوسيلة ان نعقد مع الله صلحا. اذا فما نصوص الصلح مع الله؟ نصوص الصلح مع الله ذكرها الله في قوله: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. ان المنطقة تمر باحداث كالجبال. لقد مات في لبنان 200,000 واحد في حروب لبنان، وكان المقصود ان تكون لبنان مصيدة للجيش المصري لو ذهب هناك كما ذهب الى اليمن. ومات منه 50,000 على جبال اليمن، وكما ذهب الى سيناء في عام 67. وصرح احد كبار المسؤولين في مصر ان الجيش في سنة 67 كان يحارب بلا خطة وبلا قيادة. لم تكن هناك خطة للحرب ولم تكن هناك قيادة، كانت القيادة بين عبد الحكيم واخيه، واخيه ناصر كانت القيادة صراعا على السلطة. وكان شمس بدران يبارك هذا الخلاف لانه كان ينتظر ان يكون حاكما لمصر، ولكن الله سلم. لو ان شمسا حكمها لغابت شمسها الى يوم القيامة. ولن ينصر الله جيشا على رأسه بدران. يا معاشر السادة، الصلح الصلح مع الله. ليبيا تخطط لمعركة مع السودان، وجيش مصر سيذهب الى هناك، واسرائيل على الحدود، وقرطر يكشر عن انياب الغضب ويريد ان يعالج المشكلة بالنفس الطويل. والنفس الطويل قد يستمر الى قيام الساعة. فليس لنا ملجأ الا الى الله. والله الذي لا اله غيره، لو اصطلحنا مع الله لحرك الله لنا الجبال ولحقق فينا قول رسوله. اسمعوا اسمعوا ماذا يقول المصطفى. يقول المصطفى: لا تقوم الساعة حتى تحارب اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر فينادي الحجر قائلا: يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتله. يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتله. اصطلحوا مع الله. ورب كتائب الشباب على الجهاد وعلى عقيدة الجهاد، وابعثوا به الى سيناء. ابعثوا بكتائب الشباب الموحدة الى سيناء، ستسمعون لا اله الا الله تدوي، وستسمعون الله اكبر تدوي، وسنصلي الجمعة في تل ابيب لو اننا رجعنا الى الله. اللهم اعد المسجد الاقصى الى ديارنا،
اللهم ثبت على الايمان قلوبنا، اللهم احد صفوفنا، اللهم اهد شاردنا، اللهم ايدنا بالحق وايد الحق بنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها.